ليش اللعبة مواصلتنا احنا يعني كمجتمع؟ يعني اذكر الطائرة في يوم من الايام كنت تروح انت تمر بالشوارع تمر تلقى في ناس تلعب، يعني اليوم اللعبة مش واصلة ولا حتى يعني في 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 ملاعب الاحياء المتواجدة الحين، حتى في المدارس يعني ما تحس انها موجودة. يعني نادرة لما يجيني ولدي من المدرسة ويقول لي لعبنا طائرة، ممكن يقول لك لعبنا كورة لعبنا سلة. انتم ما تحسون في خطوات لازم تاخذونها في الاتجاه زياده عدد الممارسين لهاللعبه؟ يعني كنا من اول اذكر رمضان مثلا، رمضان كان مرتبط بالطائره، اليوم هذا ما عاد الشيء ذا ما عاد تشوفه. ما زال طبعا هذا الامر موجود. وين اورني اياه؟ بمناسبه الحديث عن المدارس، طبعا انا اتفق معك، كان في فجوه لعده سنوات وكان هناك طبعا العمل هو لابد ان تعاون عدد من الجهات بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة والاتحادات الرياضية، فهذا الأمر تم خلال الفترة الأخيرة. ممتاز. وأقيم دوري مدارس النسخة الأولى والآن تقام النسخة الثانية. وين فيه؟ موجود الآن على الأرض، موجود الآن النسخة الثانية شغالة؟ أيوة النسخة الثانية، بل أضيف أنه أيضا النسخة الأولى للبنات للمدارس المتوسطة والثانوية بدأت خلال الفترة هذه اللي احنا فيها، وهذه نقلات كبيرة ستغير مسار الألعاب. يعني وين يلعبون المدارس؟ يلعبون في المدارس نفسها. دوري العام الماضي كان هناك 1300 فريق مدارس شارك في دوري كبير على مستوى المملكة. ممتاز. وأقيمت النهائيات في محافظة جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وكان هناك يعني أفرزت لنا هذه البطولة العديد من الوجوه الجديدة. إيش الأعمار اللي شاركت في هذا الدوري؟ المرحلة المتوسطة والثانوية طبعا. تدمجوهم؟ اي نعم. الأعمار قصدك اللي شاركوا؟ ايوه المدارس اللي شاركت. اي نعم. انتوا تشاركوا مدارس ولا تاخذون طلاب من المدارس؟ لا المدارس هو دوري مدارس، يعني المدرسة كل مدرسة تشارك باسمها. طيب الحين المتوسطة لهم دوري بالحالهم والثانوي لحالهم؟ والثانوي لوحدهم، نعم، بطولتين منفصلتين، وكان لها نهائيات من 1300 فريق تم التصفية إلى 16 فريق، وقيمه النهائيات في محافظة جدة. خليني احسبها انا وياك. 1000 معليش انا دائما اذكر المشاهدين ان هي حدود 1300 فريق ولازم اسجل على الجلد. اي نعم 1300 فريق. نعم. كم لاعب اللعبه؟ عدد اللاعبين اللي يصحمون الفريق 12 لاعب. طيب 12 لاعب يعني عندك 15600 لاعب تقريبا اللي شاركوا في في هالبطوله. 15600 من المدارس، والله رقم رهيب، رقم كم كبير. طلعتوا منه مواهب؟ طبعا احنا في النهائيات، احنا طبعا تعرف الدوري كان يقام متزامن في نفس الوقت، ما في مشكله، في جميع مناطق المملكه. كم طلعتوا مواهب؟ طلعنا يعني قرابه 20 لاعب، و20 رقم كبير انك تطلع في موسم واحد. انا ابغى خمسه. نعم. طلع لي من 15500 او 600 ما حد داري عنهم ولا حد يعرفهم، تسوي لهم دوري وتطلع لي منهم 20، انا ابغى خمسه ممتازين، اذا توصل لي 20 انت عظيم. بس نعم. انا اتكلم عن عمليه فرز رهيبه لمجموعه، لو ما انت سويت كاتحاد، لو ما انت ويا اتحاد سويتوا هالدوره ما حد عرف عن ال 20. احنا بس من باب العلم ان الدوره هي تم التنسيق لها من قبل مقام وزارة الرياضة ووزارة التعليم، لأن لولا الاتفاق بين الوزارتين لما أقيمت هذه. أيوة أيوة ما يخالف، هم ياخذون. وكان الأمير عبد العزيز له دور كبير في هذا الأمر على عيني وراسي، بس أنا أقصد أنه لو ما هالدورة أقيمت ما كان في 15600 لعبوا. صحيح. ولا طلعت لي 20. طب ال 20 ذول المواهب الحلوين اللي أنت شفتهم وأنت أنت ولد الميدان. نعم. صاحب خبرة، إيش صار فيهم؟ طبعا هذول تم توجيههم الى الانديه حسب المناطق اللي يتبعون لها. واحنا عندنا مشروع يسمى مشروع البراعم الان قائم، وعندنا من 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 خلال هذا المشروع حوالي 60 لاعب. خلينا من 60 شوي شوي علي دكتور، الله يخليك، لا تروح ترى بقول لك شغله، اعطيك ارقام سريعه. لا عشان انت قاعد تقول ارقام مهمه. اي نعم. يعني خليني اقول لك شغله، انا الحين اقدم برنامج واتكلم عن اللعبه، أرى أنا أنه هذه اللعبة مهملة. فلما يجيني رئيس الاتحاد يقول لك لا أنا السنة اللي راحت ملعب 15600 واحد. نعم. في هاللعبة
ولو ما سوينا هاللعبة أو هالمسابقة بوزارة الرياضة ووزارة التعليم ما كان أحد مارس. هذه خطوة عظيمة لازم نشجعها. طلعت لي من 15,600 20 واحد، قلت لي وزعناهم على الأندية، بعدين صار عليهم دوري، تابعتوهم، شفتوهم، ضميتوهم منتخب، سويتوا فيه. احنا أطلقنا مشروع يسمى مشروع البراعم. أيوة. لنفس الفئات هذه، بالإضافة إلى اللاعبين اللي أصلا ملتحقين بالأندية. طبعا لعبة الطائرة تعتمد على الأطوال، دائما نبحث عن الأطوال. يا دكتور أنا أسأل عن العشرين، العشرين دول الموهبة اللي أنت قلت عليهم، وش سويتوا فيهم؟ إحنا عندنا سلسلة من المعسكرات. أيوة. بس هي هو الكلام مرتبط ببعض، يعني العشرين هذولا أحيانا ليسوا يعني كلهم نجوم، ولكن بعضهم طوال قامة. فما دام بالعمر الصغير هذا 12 عام أو 13 عام، بالعكس هذا هو اللاعب اللي نستقطبه ويكون طويل قامة.